طبعا هذه رسالة أوجهها أنا من خلال قناتكم إلى رئيس الوزراء حتى يعرف، أوجه الرئيس الوزراء بصفته رئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، زين، اللي هو يجتمع بالمحافظين بالكامل. لا يجوز عندما نتكلم عن دولة مؤسسات وحكومة لابد أنه الدور الرقابي يأخذ محله، وإلا ما يصير أنت تروح تحل منا مجالس المحافظات، واللي كان أكبر خطأ، وهذه اسمعها من عندي أستاذ مقداد وخلي اسمعها كل أبناء هذا البلد، كان خطأ كبير جدا ويحقق مصالح ضيقة. مسألة حل مجالس المحافظات كان المفروض تمارس دورها الرقابي، وعدم السماح لصنع دكتاتوريات وانفراد بالقرار على مستوى محافظة. محافظة اليوم عنده صلاحيات أكثر من رئيس وزراء. رئيس وزراء أكو أعضاء برلمان يحاسبوه، بينما المحافظ ما حد يحاسبه، ماكو عليه رقيب، زين، وماخذ كل الصلاحيات بالقانون، ماخذها كلها، وهو يعمل بالتوجه اللي يعجبه وبالرأي اللي هو يشوفه، زين، صحيح مع اعتزازي بكثير من المحافظين اللي هم حقيقة عندهم نهج سليم وأداء جيد. طيب. لكن أنا دا أتكلم اليوم بصورة عامة عن مبادئ في المسألة القانونية أو العمل يفترض أن نحافظ عليها.